والنهارده طبعا يعني عايزه اقول كمان انه جماهير النادي الاهلي بصراحه هي اللي بقت مصدر الدعم، خلاص مصدر الدعم والقوه والسند للنادي الاهلي. فلو بتاخدوا بالكم كده النهارده في اللي بيحاول انه يهز استقرارك ويهز فريقك وانه يخرج اللعيبه عن تركيزهم، عايزين نقول لهم ان اسلوبكم عارفينه وبنتعامل معاه كويس جدا على السوشيال ميديا. وفروا جهودكم لحاجه تانيه، النهارده النادي الاهلي مش بيتاثر بالكلام ده لانه مؤسسه عريقه، مؤسسه شامخه، يا ريت الكل يتعلم منها. كمان الجماهير بقى عندها يمكن الوعي او الحس ده، وعي ان انت النهارده شايف كل فرد داخل منظومه النادي الاهلي بيشتغل، وبيشتغل بمنتهى الامانه وبمنتهى الاخلاص علشان يفضل النادي الاهلي رقم واحد.